صح عليكم. في ده عايزين نشوف الباينري ريبريزنتيشن او انكودنج بتاع الجامب انستراكشن دي. طيب الجامب تبع نوع تاني من الفورمات اسمه الجي فورمات او جامب فورمات. هو فورمات مخصوص للجامب. انا ممكن امسح الكلام ده، ممكن اشيل الكلام ده خالص، خلاص الكلام بتاع البرانش مش عايزه. ماشي، و هنشيل الكلام ده برضو، هنسيب الكود زي ما هو. طيب الجي فورمات عبارة عن فورمات بسيط وجميل، عبارة عن جزئين بس، جزء الاوف كود ماشي دول 6 بيتس ودول 28 بيتس تانيين، دول كلهم رقم، دول كده كونستنت. طيب برضو عن نفس المشكلة، عندي مش نفس مشكلة الليبل، ازاي احول الليبل ده لرقم عشان البروسيسور يفهمه، عشان في الاخر اعرف احسب الريال ادرس اللي المفروض اجامب له. يعني في الاخر انا محتاج اجامب لريال ادرس علشان الانستراكشن تتنفذ، فازاي احسب من خلال الليبل احسب الريال ادرس. طيب الاول نشوف الديزاينرز بتوع المفس عملوا ايه، وبعدين نحاول نفهمه كده واحده واحده. برضو انا عندي هنا رقم، عندي ايه. طيب قال لك ايه؟ قال لك ان كل انت عندك مثلا الجامب لها ادرس معين، صح؟ لها ادرس 40 مثلا. الادرس ده عباره عن 32 بت، يعني في الاخر الادرس ده عباره عن 32 بت. قال لك ايه؟ قال لك قسمهم لنصين. الاول اسف، دول 26 بتس بس، عشان 26 بتس مش 28، صح؟ 26 بتس ودول 6 بتس عشان مجموعهم يكون 32، فدول 26 بتس. طيب نرجع تاني للكلام ده، عند قال لك الجامب عباره عن انستراكشن لها ادرس. الادرس ده قسمه لجزئين، جزء هنا 28 بتس وجزء هنا 4 بتس. فدلوقتي ده هو البي سي، صح؟ لو انا واقف بنفذ الجامب فالبي سي بيساوي 40، هلاقي ال 40 دي متقسمه لجزء 4 بتس و28 بتس هنا. طيب قال لك ان الفاينل ادرس او التارجت ادرس اللي هحسبه، لو عندي هنا A target address هيساوي، خد ال BC اخر 4 بيتس منه زي ما هم، يعني خد كده BC من اول بيت رقم 31 لحد بيت كام؟ 28 29 30 31، تمام. واعمل له concatenation. تعال قول ان العلامه دي علامه concatenation. concatenation يعني يلزقهم في بعض. يعني لو قلت لك concatenate 3 و4 مثلا، هلزقهم جنب بعض 34 مثلا، حاجه كده يعني. فخد دول والزقهم مع الاربعه في الاي. ماشي، والكلام معقد شويه بس مش مهم. دلوقتي انا عندي الاي اهو، هاخد الاي ده اللي هو الرقم المكتوب هنا واضربه في اربعه. هيديني رقم. الرقم ده هيكون كام؟ هيكون 32 بت، صح؟ متاخد رقم 26 بت لما اضربه في اربعه، يعني بضرب في يعني بحط صفرين، صح؟ لو قلت لك اضرب واحد في اربعه بالباينري هيبقى 100، صح؟ زي ما قلنا قبل كده الشيفت، كاني بعمل شيفت. فده 26 بت هضربه في 4 هيبقى 28 بت. خد ال 28 بت دول والزقهم مع ال 4 بتس الاصليين في البي سي دول، فده هيدي لك 32 بت، هيكون هو الادرس الجديد. طيب تعال نشوف، لو انا عايز اوصل ل الستارت دي دلوقتي، عايز انا عندي جامب اهو عايز اوصل للستارت، محتاج احط الاي بكام؟ لو جيت تفكر شويه هتلاحظ ان 28 وال 40 الاثنين دول ليهم اخر الموست سيجنيفيكانت 4 بيتس، لسه 4 4 اصفار، صح؟ ده رقم 32 بيت، ف 32 عباره عن 1 0 0 0 0 0 تقريبا، صح؟ والباقي كله اصفار، فاخر 4 بيتس هنا اصفار واخر 4 بيتس هنا اصفار برده، فالحقيقه الاربع اصفار اللي في الاخر دول مش فارقين. فانا هلاقي ان انا نوعا ما محتاج احط الاي 28 على الاربعه ب 7. لو حطيت الاي هنا ب 7 هيبقى النيو ادرس عباره عن 4 اصفار وبعدين 4 في 7 28، هيبقى فعلا هو 28 اللي هو الكوريكت ادرس اللي انا عايز اروح دلوقتي. انا عايز 24 كمان، اسف، عايز 24 مش 28 اللي ستارت هنا، يبقى انا احط 6 مش 7، يبقى احط هنا 6 بحيث ان 6 في 4 يكون ب 24، صح كده؟ وبالتالي هيكون هو ده اللي انا هحطه. فنوعا ما انا حاسس ان انا بحط الريال ادرس، صح؟ مش بحط اوفست زي ما كنت بحط في البرانش، لا انا بحط الريال ادرس بس مقسوم على الاربعه، يعني بحط ريال وورد ادرس بس عشان كل الادريسيز لازم تكون بايت ادريسيز، بضرب الوورد دي في اربعه، يعني في الاخر دي الوورد رقم، دي الوورد رقم كام؟ دي الوورد رقم 6، صح؟ الوورد رقم 6، دي الوورد رقم 7، الوورد رقم 8 وهكذا، فده البايت 24 28 32 36. بس الكلام ده مش دقيق قوي، صح؟ انا نوعا ما حاسس كده بس هو مش دقيق قوي. ليه؟ لان الريال ادرس محتاج يكون 32 بت، ماشي؟ بينما هنا انا اخري 28 بيت بس، اللي هو 4 في ايه هيكون 28 بيت، فانا اكيد مش بحط ريال ادرس قوي.
طيب تعال نحاول نفسر الجامب شغال ازاي بشكل اعمق شويه. الجامب بتقسم البرنامج بتاعك لاجزاء، يعني اجزاء كده. كذا جزء كتير وهكذا. كل جزء من دول عبارة عن 256 ميجا بايت. طيب الجامب بتاعه لو الجامب موجودة في السيجمنت ده، تسمي ده كده سيجمنت أو تكست سيجمنت. لو الجامب موجودة في السيجمنت ده هتقدر تجامب بسهولة لأي انستراكشن within ال 256 ميجا بايت دول كلهم. فلو عندي جامب هنا انستراكشن هنا هتعرف تجامب لأي انستراكشن تانية within ال 256 ميجا بايت دول، بس مش هتقدر تجامب من هنا لهنا. وهنشوف بعد كده لو عايز جامب من هنا لهنا اعمل ايه، مش هعرف استخدم الجامب انستراكشن، هحتاج انستراكشن تانية. طيب اشمعنى 256 ميجا بايت تحديدا؟ قال لك عشان انت تعال نشوف كده اول واحده مثلا خالص. اول واحده مثلا بادئه من اول البي سي بتاعي او الادرس بتاع الانستراكشنز بتاعتي بادئه 0000 وهنا في 28 بت، صح؟ بس طبعا احنا عارفين كمان ان اخر 2 بيتس لازم يكونوا 00، في الاخر انا شغال كل انستراكشن بتاخد وورد كامله، فلازم يكون مثلا دي الوورد رقم 0 بعد كده، يعني دايما هيكون الرقم ده لازم يكون بيقبل اسم على الاربعه، لان كل وورد عباره عن 4 بايتس. فاول انستراكشن موجوده في البايت رقم 0، الثانيه موجوده في البايت رقم 4، في البايت رقم 8، في البايت رقم 16 او ستارتنج فروم، يعني البايت رقم 4 ستارتنج فروم البايت رقم 8 12 16 وهكذا، فاخر بيتس دول 2 0. طيب اخر حاجه في السيجمنت ده عباره عن 0000 وهنا كله وحيد، بس برضه في الاخر هيبقى عندي 00، ده في بدايه الانستراكشن. طب اخر ادرس خالص، اخر بايت في اخر انستراكشن اللي هو هيكون هنا مثلا، لو ده كده اخر بايت في اخر انستراكشن، لو كل واحده من دول هتقسم اربع اجزاء هيبقى 0000 من هنا 1111 لحد الاخر، والاخر خالص 11 اللي هم اخر بايت في اخر انستراكشن، البايت رقم 3 في اخر انستراكشن. طيب فنلاحظ ان في السيجمنت ده كله الاربعه دول ثابتين، وهو ده اللي انا بعمله هنا، صح؟ انا بثبت اخر اربعه دول، بثبت اللي هم الموست سيجنيفيكانت 4 بيتس من البي سي. فانا دلوقتي مثلا لو كانت اول انستراكشن عندي هنا جامب اللي هي دي، وانا عايز اروح لاخر انستراكشن اللي هي هنا، هحط الكونستانت اي عندي بكام؟ هحط الكونستانت اي عندي بالرقم ده اللي هو عباره عن بالظبط 26 بيت وحيد، 26 بيت وحيد، ده اللي هو كام؟ ده اللي هو 2 اس 26 ناقص 1، ممكن احسبه بالاله الحاسبه، ممكن هنا احسب الكالكليتر، يبقى 2 باور 26 هو بتاع مهند تقريبا، ماشي 2 باور 26 ناقص 1، يبقى انا هحط الرقم ده، حط الرقم ده عندي في الـ A، فلما احط الرقم ده عندي في الـ A هيتاخد ويتضرب في 4، يبقى انا هحط الصفرين دول، وبعدين اكونكاتينيت الاربعه بيتس بتوع البي سي اللي هم الاربع اصفار دول، فيديني فعلا الادرس بتاع اخر انستراكشن هنا، ماشي؟ طيب لو انا عايز اجامب من هنا لهنا، خد بالك ابتداء من السيجمنت ده او ابتداء من هنا اول واحده هنا دي، هيكون الاربعه دول هيتغيروا، هيبقى 0001، صح؟ ان الرقم اللي بعد ده 0000 وكله وحيد، لو جمعت واحد على 0000 والباقي كله وحيد هتلاقي ان ده هيزيد واحد ويبقى كله بصفار تاني، فده بقى 0001 وبعدين بقى كله بصفار تاني لحد هنا، لحد الاخر خالص 00، فده الادرس بتاع اول انستراكشن في السكند كود سيجمنت، صح؟ طيب فانا عشان جامب بجامب انستراكشن من الانستراكشن دي لحاجه هنا مش هقدر، لان انا دايما كده كده لازم الزق اول اربع اصفار من الجامب انستراكشن، وعمر الاربع اصفار دول ما هيبقوا 0001، فانا مش هقدر اجامب من هنا لهنا خالص. لكن هنا لو عندي جامب هنا هقدر اجامب لاي حاجه في الرينج ده برضو، تمام؟ فهقدر اجامب مثلا دي كده 00، لو اخر واحده بقى 0001 والباقي كله وحيد، وفي الاخر 00 عشان يكون الورد ادرس، واخر بايت خالص هيكون 0001 والباقي كله وحيد لحد الاخر خالص، نفس الكلام اللي فوق وهكذا. فكل جامب بتعرف تجامب within 256 ميجا بايت بتوعها، وطبعا ده رينج اعلى بكتير من بتاع البرانش، خد بالك البرانش العاديه كنت بعرف اجامب المقدار اللي انا مسحته قبل كده، بس كان 128 كيلو بايت بلس اور ماينس، فده كان 128 كيلو بايت، كده وصلت بقيت 256 ميجا بايت، فانا كده اكبر بكتير، بس برده مش هقدر اوصل لكل البرنامج بتاعي لو انا عايز يعني.
بس ستيل تحسن والطف يعني. طيب نفس الكلام لو انا واقف هنا، لو انا الجامب هي اول واحده هي دي ماشي، وانا عايز اوصل لاخر واحده اللي هي دي، هحط الكونستانت عندي بكام؟ هحط الكونستانت بنفس الرقم اللي حطيته قبل كده، ان هو في الاخر برضو كان الكونستانت ده عباره عن رقم الورد ويذن السيجمنت، تمام كده؟ يعني كنت حسبته كان 226 صح، كان 226 ناقص 1 عشان قفلتها محسبها تاني. طيب عندي 2 باور 26 ناقص 1، كتير قوي الرقم ده، بس معانا يعني كده رقم 600,000 باين 6 مليون 67 مليون ماشي 67 مليون، كاني بقول دي الانستراكشن رقم 67 مليون within السيجمنت بتاعتي. فانا هعتبر ان اول انستراكشن هنا هي الانستراكشن 0 within السيجمنت بتاعتي، والانستراكشن الاخيره هتكون الانستراكشن 67 مليون within السيجمنت بتاعتي. فانا هقدر اقول له ابتداء من السيجمنت اللي انا فيها دي، او خلال السيجمنت اللي انا في الجامب هتعمل كده، كان الجامب بتعمل نوع من انواع الابسوليوت ادريسنج بس within السيجمنت ماشي. يعني كان الرقم اللي انا بحطه ده بحطه هنا ده بضربه في 4 عادي عشان احول من وورد ادرس لبايت ادرس، بس ساعتها بقول روح لي للانستراكشن رقم A within السيجمنت بتاعي، او روح لي للبايت رقم 4 A within السيجمنت بتاعي. فكانه ابسولوت ادريسنج بس within one segment، مش ابسولوت ادريسنج within كل الميموري يعني. طيب انا عارف الكلام جايز يكون صعب شويه، بس يعني لو بتركيز شويه هيتفهم يعني. تعال نعمل مثال كده اخير. لو انا بدل ما عايز جامب الستارت عايز اجامب هنا مثلا، نسميه ال1 ماشي. فانا عايز اجامب دلوقتي ال1، محتاج اعمل ايه؟ الاول هتشيك هل الادرس بتاع ده والادرس بتاع الليبل ليهم نفس الفور موست سيجنيفيكانت بيتس؟ ماشي، هو الفرق بينهم صغير قوي ومش على الباوندري بتاع السيجمنت. خد بالك لو انا على الباوندري بتاع السيجمنت ساعتها ممكن اخاف ان انا ممكن انط من هنا لهنا، حتى لو الجامب كانت اخر واحده هنا واللي بعدها اول واحده هنا، لو الجامب هنا واللي انا عايز انط عليه اول واحده هنا ساعتها مش هعرف اجامب عادي ماشي، عشان انا على الباوندري خالص بتاع السيجمنت. بس انا هنا انا في بدايه السيجمنت لسه، فما فيش اي مشكله في الباوندري. فطالما الاربعه موست سيجنيفيكانت بيتس هنا وهنا زي بعض، يبقى انا عارف الموضوع بسيط قوي. كل اللي هعمله ان انا هاخد الرقم اللي انا عايز اروح له اقسمه على اربعه واخليه هو الايه. فيبقى انا دلوقتي هيكون الايه عندي، هيكون الانستراكشن بتاعتي عباره عن ايه؟ 2 على 4 فيها الثمانيه. فانا هعمل كده، هيكون عندي الاوب كود هنا واحط هنا 8، بحيث اللي يحصل ايه؟ ان انا الجامب هو عند 40، اللي هيحصل ان انا هاخد الثمانيه دي اضربها في 4 تبقى 32، واعمل لها كونكاتينيشن مع الاربع اصفار اللي هم بتوع الموست سيجنيفيكانت بيتس، يبقى انا عندي لسه برده 32 بس في 32 بيت، هيبقى عندي 32، يبقى هروح للادرس ده بس كده. طيب لو مش في سيجمنت، لو مش في نفس السيجمنت، لو واحده فيها 000 والثانيه 0001، يبقى انا ما فيش وسيله اعرف اجامب بيها باستخدام الجامب انستراكشن. ساعتها هنجامب بحاجه ثانيه اسمها الجامب ريجستر انستراكشن، دي هنتكلم عنها بعدين ماشي. الجامب ريجستر انستراكشن بقول جي ار واحط هنا اسم ريجستر بس، انا هكون قبل كده مخزن جوه ريجستر ده الابسوليوت ادرس بتاع الانستراكشن اللي انا عايز اجامب لها ماشي، ده في اي مكان في الميموري ماشي. ونظرا لان الريجستر الواحد بيقدر يشيل 32 بت، فانا اقدر احط ابسوليوت ادرس ويذن الميموري كلها مش ويذن السيجمنت بس. ساعتها هجامب ريجستر بقول له جامب للفاليو اللي جوه الريجستر ده، هياخد الريجستر ده شوف القيمه اللي جواه اعتبرها ادرس وجامب للادرس ده. ازاي جامب؟ هيخلي البي سي اللي هو البروجرام كاونتر، اسمه البي سي اسمه بروجرام كاونتر، يساوي القيمه اللي جوه الريجستر ده، فساعتها هروح انط على طول للادرس اللي انا عايزه ويذن البروجرام كله. فانا بستخدم دي لكذا سبب، بس من ضمن الاسباب اللي ممكن استخدم دي ان انا يكون عندي الرينج اللي انا عايز اجامب له مش واقع في نفس السيجمنت بتاعتي، فمش هعرف استخدم الجي العاديه يعني. تمام؟ تمام.